من مطعم قصوا لي دير بالك علي لحم عجل عراقي. فرعنا الاول في منطقه زيونه شارع الخيزران، والفرع الثاني في منطقه السيديه زيونه مقابل دار الازياء، والفرع الثاني في السيديه شارع الخيزران. يابا كرخور صافق، كرخور صافق، برا صافق زيونه مقابل دار الازياء قرب شارع الربيعي بعد، والفرع الثاني في السيديه شارع الخيزران. مطعم قصوا لي لحم عجل عراقي خالص. قلبين قلبين خشبون عيوني، خشبون لحم العجل العراقي. واو لحومنا غضة يوم بيوم. من مطعم قصوا لي دير بالك علي. قرب الشيش خلي يشوفونه. شديدك لحم عجل العراقي باع عبد الشاشة. لاحظ اللحظات عزيزي المباوع.